السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو نرجع لملخص جديد وتعقيب جديد على برنامج الحاج وعد الله من السؤال البريء والاتصالات التي فيه. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نناقش ونعقب نروج اتصال الأخ عمر حول السب واللعن. شاب دخل يستهزئ إن صح التعبير، دخل يشكل لأن أنتم يا شيعة تسبون وتلعنون وتطعنون، لماذا تسبون وتلعنون وتطعنون؟ هذا هو محور اتصال عمر الذي دخل. يا حج وعد، إنه هذا الكلام سب ولعن وشتم، أنت جاي تضحك على الناس، جاي تضحك على العالم، والكل يعرف مسألة باسم الكربلائي بخصوص القصيدة التي انتشرت، شيل اسم الصحابة واكتبهم عصابة. هنا إن شاء الله بهذا الفيديو بعيدا عن كل شيء آخر نبين بالدليل العلمي وبالأدب وبالأخلاق، نبين ما نريده من دون أن نلعن أو نسوب أو نطعن، وهذا هو منهج الحاج وعد الله. فهذا الشخص حقيقة إن لم نقل كذاب نقول ونلتمس له العذر، التبس عليه الأمر وظن الحاج وعد الله يسوب ويلعن ويشتم. الحاج وعد في هذا البرنامج لا يسب، هذه المرة الثالثة لا يسب، لذلك أنت شخص مجرد تريد أن تتكلم فقط وفقط لا أكثر ولا أقل، لكن بما أنه أنت تكلمت على هذا الموضوع فأهلا وسهلا. هل كلام الحاج وعد الله، أو هل أنت يا عمر هل كتبك فيها لعن وسب وشتم أو لا؟ هذا هو السؤال اللي لازم ينطرح أولا. أنت لا تعرف ما موجود في كتبك. فالحاج وعد الله عندما بين له الدليل من صحيح مسلم ان الرسول الاكرم صلى الله عليه واله يسب، ويسب من؟ سب اصحابه، اخذ هذا الشخص يتكابر على المعلومه ويقول انت لا تعترف بالصحيح مسلم، لماذا تاخذ به؟ لماذا تنقل منه؟ يا اخي العزيز، الموضوع هو حجه عليك، بما انه انت شخص تنتمي الى صحيح مسلم وتاخذ بصحيح مسلم، هنا الحاج وعد اللامي يحتج عليك بهذا الكتاب، فما له داعي انه انت تتهرب من الموضوع وتقول انه صحيح مسلم لا يسب ولا يلعن، وانه انت لا تاخذ بصحيح مسلم، فليش انت نحتج به عليك يا اخي الكريم العزيز. نستمع ان شاء الله مبدئيا الى تمام الاتصال وتمام مداخله الاخ او الشيخ ابو باقر اللي حقيقه بين الموضوع بطريقه اخرى وبطريقه ابو باقر المعروفه. نستمع إن شاء الله إلى كلامه وبعدها إن شاء الله نرجع أو إلى تمام الاتصال نرجع بالتعقيب العام الشامل، فخليكم الفيديو. إيه تفضل أستاذ عمر. أول شغلة أحب بس أرد على هذا شاعركم اللي هسه كان يشعر. إيه؟ يعني شيخ حجي أنت يعني رجل دين. عليك الشعر. تفضل جاوب على البرنامج. انت جاي تتكلم معنا في البرنامج مو مع الشعر، تفضل جاوب. اعرف تكلم في موضوع البرنامج. المفروض برنامجك يكون هاي شغله. شغله الثانيه يا حجي وعد، انت هسه اليوم رجل دين وجاي تمثل الشيعه. زين حجي، وين هذا يا دين؟ وين هذا يا دين اللي يؤمر بالسب والشتم والاستنقاص من الاخرين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. زين يا حج وعد، هسه انتم كلامكم ومسبتكم يعني انتم هاي جاي تضحكون بها على الناس لو جاي تقنعون الناس، شنو السالفه؟ طيب الان تكلمت انت، خلينا ارد عليك. اولا ما لمثل الشيعه اسمع، اولا ما لمثل الشيعه لا ان يمثل الشيعه ولا أحمد الإمامي ولا اللي يمثل الشيعة والإمام عليه السلام، هذه أول. اثنين، مسألة السب ما سبينا، لكن لنفرض أنه سبينا، هاي التسجيل موجود، لنفرض أنه سبينا، لنا في صحيح مسلم أسوة حسنة، لنا في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لأن النبي قرينا في صحيح مسلم كان يسب ويلعن بدون حق، فاحنا اللي سبيناه بحق ولا مو بحق؟ علما احنا ما سبينا، لكن انا من باب انه اجوب يعني. انت الان مو تتبع النبي في صحيح مسلم أكيد. يسب الناس بدون حق،
ويسب الصحابة بدون حق تقبل؟ ها شلون هاي شلون هاي أحسن هو. شوف أنا الآن أحسن أنا والله يعجبني هذا الأخ مؤدب يقول لي شلون تدرون هاي كلمة شلون لأن يقول لك يعني اعطيني الدليل الله أكبر أنا مش أسوي أعطي الدليل صلي على محمد وآل محمد طهي يا حج طهي اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد أجمعين إيه هذا صحيح مسلم صحيح نعم. مسلم أنت روح على قناة الحجة بالتلفزيون عندك تلفزيون ولا لا ما عندي تلفزيون هسه أريدك تقرأ لي الرواية كاملة ما أريد تبتر منها شيء إيه روح على اليوتيوب علشان تشوف الرواية تقرأ معي بالكتاب لأن راح أضع على الكاميرا نعم. على الكتاب زين إيه أقرأ وياك أنا هنا أشوف عافية طيب هذا كتاب صحيح مسلم اخواني بس خلي اكبر الشاشه ابو باقر باذنك هذا كتاب صحيح مسلم اخواني هنا المجلد الرابع امامكم باب اسمعوا اخواني باب من لعنه النبي شلون باب من لعنه النبي ايوه النبي يقول ليس المؤمن بلعان ولا سباب واحنا نسوي باب كامل انه النبي يلعن واويلا باب من لعنه النبي صلى الله عليه واله او سبه وي النبي سب الله يقول لا تسبه النبي سب او دعا علي اقول لك اعطيني مجال تملق اقرا الروايه بلا تملق اي اقرا الروايه بلا تملق يعني رجاء اخونا تسمع اقرا الروايه بلا تسمع تسمع اخونا انت اذا متضايق اخرج من البث انا بالنسبه لي اقرا لا لا, لا والله انا احترمك اقرا الروايه انا طلبت اولا جاب التملق جاب التملق على هاي القرايه يعني شيء ما يشبهشي بل عرف لي شنو التملق بل عرف لي شنو التملق ما اعرف شلون جاي تقرا اقرا الان الان راح اقرا لك اياها بصوت يعجبك بس خلي بس هذا الباب بعدين من ندخل للروايه اقرا لك يلا هسه نرجع للباب مو انت قطعتني باب لا تقاطعني باب الباب من لعنه النبي يعني النبي يلعن او سبه يعني النبي سب وهو ليس اهلا لذلك كان له زكاة واجرا ورحمة اسمع ماذا يقول يقول عن عائشة عن مين عن عائشة قالت شوي سوي ميوت على ما تسمعني زين قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمت ما شاردت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين أي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا سمعت أخونا يلا جاوبنا النبي سب ولا يلا زين وبالنهاية النبي جاي يقول اللي أسبه كانت له زكاة يعني النبي يعني سب اي سب يعني انت يعني ابو بكر اذا طيب ليش ما سب ابو بكر حتى تجي زكاه
رقعة في السبتين ثلاثة حتى يجيب له زكاة. ليش يكره أبو بكر؟ وين ودي الآية اللي يقول إن سر على خلق عظيم؟ وين ودي هاي الآية؟ لحظة أخونا، لا لحظة يا أستاذ ليش ما رقع أبو بكر في ثلاث سبات أربعة، عمر ثلاث سبات؟ ليش؟ حتى يجيهم زكاة ورحمة، هيك ما يحبوا من النبي. يلا شوف استاذ وعد، حياك الله. انت من قلت ذكرت الروايه وجاي تقول انه النبي صلى الله عليه وسلم سبهما وقال انه كانت يعني لهما زكاه. اي زين زين، انت صحيح مسلم ما تعترف بي؟ لا 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 اتركنا من انا انا انت لا لا انا رجل اعتبرني كمبيوتر كمبيوتر اقرا لك. اتركني انا اتركني، ما موجود ما موجود. انا انت قلت لي وين؟ قلت لي وين؟ لا اله الا الله يا اخي، هذا حجه عليك. هسه افرك دوقف، هسه انا منطق حجه عليك. لا خلينا نكمل. قول اسمع، قول انه النبي، شوف اخر فرصه اعطيك الان، شوف اخر فرصه اعطيك، التزم بما قلت لانه الانسان يلتزم بما قال. انت قلت هل من الاخلاق، انت سالتني انه الانسان يسب، يعني السب عدم اخلاق. قل انه نبيك الان في صحيح مسلم ما عنده اخلاق لان يسبه بدون سبب. يلا قل. حاشا رسول الله. لا ليش جاي ان تقول لي السب؟ يلا لا تقول انه حي الله الروافض اللي يسبون لهم في رسول الله اسوه، اللي يسبون ابو بكر عمر عثمان، يسبوك انت، اي واحد يسبون لهم في رسول الله اسوه. انت ما ملتزم بكتبنا، انت ملتزم بكتبك، وملتزم انت عندك الامام علي حجه عندك. بابا انت مو تشكل علينا، انت ما تعرف طريقه الالزام. انت دخلت تكذب على الشيعة، تقول سب وشتم وما ادري ايش، وما شفت اصحابك هؤلاء الذين تكلموا وشتموا الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وتكذب علينا. والحاج وعد اتى لك بما تلتزم به انت. انت لماذا تشكل بامر هو صحيح عندك وتعتقده بالنبي؟ انت افتهمت ايش يحكي لو ما افتهمت؟ والصحيح اسمع والصحيح اللي انت عندك، الصحيح اللي انت عندك انه علي بن ابي طالب يقول لا تكونوا سبابين. احنا ما كنا سبابين، نبيك سباب، اعوذ بالله. النبي عندك سباب مو نبيك. أمهات المؤمنين عندك سبابات. معاوية عندك يشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه. مروان بن الحكم عندك يشتم الإمام الحسن والحسين. أنتم تشتمون أهل البيت، أنتم تكرهون حتى أسماء أهل البيت. هذا أنتم، أكره لكم أن تكونوا سبابين. ما سببنا الآن، لكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. نعم نحن لا نسب أحد، إذا ابتدأنا لا نسب أحد، لا نشتم أحد، ما لعنا أحد، مع أنك أنت الآن دخلت تتحذلق علينا وأنت ما تفتهم صفر على الشمال. ما حد سبك، ما حد شتمك، الحج لوزك وأعطاك رواية بأسلوب الجميل اللي إيش قدر بدنا نقلده ما نقدر، وأنت مع هذا رجعت لي ورا، ضربت 40 باك فاير لي ورا. أنت تلتزم بصحيح مسلم؟ تلتزم. أنت لماذا تتكلم بأمر تشكل على الناس بأمر أنت تلتزم به؟ تعرف الجواب لو ما تعرف لا تضيع وقتك. خويا عمر، عمر عمر أخي الحبيب، أخي الحبيب ونور عيني، عمر 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 أخي الحبيب، بس أسألك سؤال. هذا الحديث اللي قريته أنا الآن كذب لو صدق؟ خذوق وخلي على راسي، بس اوقف مره فضتك احمد الامام. خوي على راسك بعد على شنو ضايج؟ اسمع، احنا لنا اسوه حسنه برسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم. حجي بعد لا يضيع البرنامج، جزاكم الله خير. خلاص انتهى الموضوع. لنا اسوه حسنه بالنبي، جزاك الله. مسلم انت، انت امامك علي بن ابي طالب. لا نعم امامنا علي، وان امام علي رسول الله والله يا اخي، يا اخي، يا اخي الكريم، يا اخي الكريم. اولا نعم، علي بن ابي طالب قال اكره لكم ان تكونوا سبابين، اي مبتدئين بالسب. اما مسأل القران يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. الله سبحانه وتعالى اعطانا، اباح لنا للمعتدي ان المتجاوز ان نجي ان نقابله بمثل ما اتى به. واضح؟
واضح القضية لا سيد الله يرحم والديك، هو قال لنا بريء منكم علي بن أبي طالب. ماشي ماشي سيد الله يخليك، ما تقرأ لنا الرواية. أنا الآن أسأله، أنت إمامك علي بن أبي طالب؟ الآن الآن أغلق هو أبو باقر، الآن أغلق، خلي أمشي لكم. لو كان إمام علي بن أبي طالب أنا عندي اي لا لا حتى القرآن من كان امير المؤمنين يلعن معاويه يلعن معاويه مثل ما كان يلعن امير المؤمنين. لحظه ابو محمد لحظه ان شاء الله. حياكم الله من جديد. طبعا اكو كلمه للحاج وعد الله في غايه الاهميه انه اعاقب عليها بخصوص تمثيل الشيعة. يا اخوان لا يوجد شخص، لا يوجد شخص يتجرأ ان يقول انا اتكلم باسم الشيعة، لا يوجد شخص يتجرأ ويقول انا امثل كل الشيعة. فاجابه الحاج وعد الله كانت إجابة عقلانية، إجابة بعيدة عن الغرور والتكبر. أنا لا أمثل الشيعة ولا حتى أي شخص يمثل الشيعة، الإمام المعصوم هو الذي يمثل الشيعة، أو المرجعيات الدينية العليا هي التي تمثل الشيعة. أما البرامج، البرامج اللي موجودة نعم تمثل عقائد شيعية لكن لا تتكلم باسم كل الشيعة. هذه نقطة في غاية الأهمية، حبيت أنه أعاقب عليها ببداية التعقيب النهائي. أيضا نرجع إلى الأخ عمر. يا أخ عمر، أولا إحنا ما عندنا مشكلة لا وياك ولا أي شخص ولا وي أي شخص، المشكلة أنه هو إذا قام الدليل، إذا قام الدليل فنحن مع الدليل. أما أنه أنت تقول أنه نحن نسب ونلعن، أولا إحنا ما نخجل من عقيدتنا ونقول إحنا لا نسب ولا نلعن، لكن نقيم الدليل على ذلك. وأنت في كتبك هناك لعن للصحابة، فأنتم الآن لما شفتوا الضجة المفتعلة على باسم الكربلاء أنه يسب ويسب ويسيء، أنتم يجب عليكم أن تنقحوا هذا التراث، التراث الذي فيه عقائد أو فيه أحاديث فيها اللعن والسب وشتم وتجاوز. نقحوا أولا حتى لا نحتج بها عليكم، وبعدها قد يحق لكم أنه أنتم تطالبوا أن لا نلعن أعداء الله. عندما يكون الشخص عدو لله، عدو لأهل البيت، لماذا لا تريد مني أن ألعنه؟ أليس أنت أيضا تحب أهل البيت عليهم السلام؟ لماذا لا تلعن عدو أهل البيت عليهم السلام معي وتخلي إيدك بإيدي؟ فهنا هو تناقض جدا غريب. فيا أخي عمر، هذا البرنامج لا يسب ولا يلعن، لكن توضيح الحقائق في غاية الأهمية بالدليل العلمي نتكلم، أو بالأحرى وبالأدق برنامج سؤال بريء يتكلم بالأدلة العلمية ومع ذلك لا يسب. لذلك مع توهمك، مع توهمك الحاج عدلاني أجابك وبين لك أن السب هو في صحيح مسلم. هذا هو فيديو اليوم، هذا هو ملخص اليوم، انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خدمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.